شاد، زاديت في المدينة القديمة، كبرت في هاد الشيء ديالي في خوي دماغ. ملي كانت عندي 16 عام كنعشق البحر، كنعشق أي حاجة فيها فواكه البحر، أي حاجة حية، أي حاجة طرية. اي فوالا. ماشي اختاريت هاد الخدمه، جات بوحدها هاد الخدمه، الحب. يعني شي حاجه انا كبرت فيها، ملي كانت عندي 16 عام حليت راسي، لقيت عينيا فيها، كبرت فيها. يعني ما كملتش قرايتي باش كملت، فاش كنت كنخدم في هاد الخدمه، خرجت من الشهاده وبقيت كنخدم في هاد الخدمه، لقيت راسي انا فيها، كبرت فيها، نضجت فيها، وصلت عندي واحد 22 عام سافرت على برا. سافرت تما كاين، قريت الفرنسي، قريت شويه لونجلي، ثقفت، تعلمت بزاف د الحوايج، عرفت بزاف ديال الحوايج. ومن بعد رجعت للمغرب. رجعت للمغرب ما كنتش باغا نخدم، زعما ما كنتش معوله غنخدم. معي مع كورونا وبزاف ديال الحوايج، جافي با لو شوا. وراكي عارفه لا كريز والمشاكل اللي طراو مع كورونا، وقلت بوكوا با ما نديرش انا البروجي اللي انا كنحبو وكنعشقو وكنموت عليه. لقيت شويه ديال الصعوبات، سيتي با فاسيل باش تلقاي مكازان في مارشي سونترال، ماشي سهله باش تشكريها تمشي لهنا تصاوبي تقادي، سيتي با فاسيل. مي الحمد لله، ربي كبير، ربي عاوننا. ابار سا انا كنعشق لي بالورد زوينين، لي زويتر زوينين، لي كوتو، لي كراب. وبزاف ديال العيالات مغربيات ما كيعرفوش لهذا الشيء، ولا ما جاتهمش الفرصه باش يعرفوا هذا الشيء. انا كنحاول نسهل عليهم. مثلا لي زويت نوصلها لك حتى لدارك، لي كراب نوصلها لك حتى لدارك، لي بالورد نصاوبها لك، لي زويت نحلها ونديرها في لي بواط وندير لك لا كلاص. لي فريك فيما كنتي في كازا، ما كرهش يكونوا عندي الفروع ديالي في المغرب كامل. لي زيسكارغو، لي مول، لا شيغ دي كراب، اي حاجه خصاتك تعيطي لعيشه و100 الف مرحبا. الرجال بالنسبه لهم انا اختهم، بنتهم، عزيزه عليهم، كيعاملوني زوين. فشا شويه انا هنايا باسكو كبرت هنايا، الناس الكبار كلهم بحال با، بحال خويا. يعني حنا هنا بحال العائله، كاينه واحد لا شالوغ زوين. سي فري كاينه لا كونكيرونس، ولكن انا ما كنحاول ما نحطش راسي في هادشي. انا جو ايساي دو ترافاي اوترومون، لي بلاطو ديالي في خوي دماغ، نخدم لا ليفريزون، ما نخدمش على لي كليان اللي هما كانوا خدامين معاهم قبل، باسكو سي با لوجيك سي با بيان. بنادم الا بغى يكون عنده طموح خصو يمشي للبعيد، خصو يدير شي حاجه جديده. بغيت الفروع ديالي ان شاء الله يكونوا في المغرب كامل، والمغاربه كاملين ياكلوا لي بلاطو ديالي في خوي دماغ باي عيشه نور. الزبناء سي خوتي، سي اصدقائي، سي حبابي، كيبغيوني، كيموتوا عليا، كيعرضوا عليا، كيهضروا معايا. مثلا كيبغيو يدوزوا لا كوموند بواحد لا شالور، جو سون كو هما بحال قلتي عائلتي. اي صاف فريمون هو اللي كيعطيني الكوراج باش مازال نزيد، باسكو بعض الخطات كنعيا كنقول غنوقف، ولكن هذيك لا شالور ديال الزبناء ديالي هما اللي مخلياني نكمل. المرأة المغربية نوضي توكدي وكوني مرأة ولالة ومولاتي، وفيقي مع 6 الصباح وما تعولي على حتى شي حد. خدمي وعرفي بحق الوقت وبحق الدرهم وبحق الزمان. ما تبقايش ناعسة وتقولي ما عنديش الزهر، لا، تو شيرش تو تخوف، قلب غادي تلقى. هذا هو الميساج ديالي. أنا كنفيق مع 6 الصباح وما كنسالي بعض الخطات حتى 9 الليل، 10 الليل، حتى 11 الليل، وكنضرب تمارة وكندخل للدار عيانة. ولكن انا جو كان ما في، انا ما كنتسناش با يعطيني باسكو ما عنديش با، ما كنتسناش خويا يعطيني باسكو ما عنديش خويا، ما كنتسناش ولد جارنا ولا ولد خالتي ولا فلان ولا فلان يعطيني. نحاولوا نفيقوا ونكونوا عيالات، مراه وقادات. هذه هي المراه المغربيه.